مساكم الله بالخير وعلى المكشوف اليوم وطق بطق. ابن المسؤول ويتخرج، هم يقعد بالبيت، هم يظل يفر بزاناته ويقابل مكاتب الاستنساخ ويذب فايلات تعيين بالدوائر، لو بتليفون يتعين ويستقبلوه بالصلوات، ويمكن تعيينه محسن ومن كيس الدرجات الخاصة، أو ويا أمر التعيين تكت طيارة ودوامة بلندن لو ببروكسل لو بفيينا، يخدم الوطن بملحقاتنا الأوروبية، ويظل ابن المقاريد يوميا جيب تفقه وتعال عندنا طلابة ويا الإرهاب، وتظل أمهات المقاريد ساكنات مقابر النجف بالأعياد والمناسبات. قدمنا تضحيات الوطن وهذا واجبنا، نعم ما يسكت أبو الغيرة على العيلة هم نعم، بس واحد يقول حيهم يحط صدره درع الخواته نعم، بس من تصفى السماء وتهلهل الدنيا فلوس ورواتب اذكروهم انطوهم وعينوهم، هذا حق الوطن عليهم، حطوا ارواحهم قدامه وحموه، ترى طلعت من معونها. حلقتنا لهذا اليوم برنامج على المكشوف عن البطالة، هل هي سوء إدارة ثروات أم سوء لتوزيع التعيينات؟ خلينا نشوف الكنترول شو محضر لنا، مكملين ياكم. بالعامية يقولون ترى طلعت من ماعونها، شباب مثل الورد واحدهم يدرس ويتعلم حتى يتخرج ويتعين بوحدة من دوائر الدولة حتى يأمن مستقبله ومستقبل أطفاله، شو صارت هسه بالعكس، قام يدرس ويتخرج على مود يدق الشهادة على حائط الطين ويطلع يدفع لعربانة حتى يأمن مستقبله ومستقبل من هم برقبته. من المفترض العراقي على الثروات والنفط اللي عنده من ينولد ينولد وياه راتب، بس الواقع يصدمنا وننصدم أكثر من نفتر بالشوارع ونشوف الخريجين يدفعون عربائن. زين والشهادة وين نتاجها؟ آبار النفط اللي تنحفر مو من المفترض تنصرف على الشعب؟ شو جاي تنحفر وتنسحب وينترس بمكانها ماي ولهسه ما ضقنا منه شيء؟ هاي كلها منو المسؤول عنها غير حكوماتنا المتعاقبة اللي حكمونا من بعد 2003 ولهسه؟ الشركات الأجنبية اللي جاي يجيبونهم حتى يستخرجون النفط، ليش ما تفرض الحكومة عليهم إقامة معاهد تدريبية وحتى ولدنا يتعلمون وبعد كم سنة نصير مو بعازة الأجنبي، نفطنا وبيدنا نطلعه وحتى تقل مصاريف الدولة؟ بس هم نرجع ونقول واقعنا عكس هذا كله، لأن اكو جهات متنفذة تقسم الحاصل مال النفط لنصين، نص أجور الشركات ونص لجيوبهم. وحياكم الله ويانا ويسعد مساكم برنامج على المكشوف، ومثل ما ذكرنا بالبداية اليوم محورنا وحديثنا راح يكون عن البطالة بالعراق وارتفاع نسب البطالة بالعراق، وأيضا التعيينات الحكومية وحتى القطاع الخاص ومشاكله اللي يواجهوا الشباب. أرقامنا مفتوحة أمامكم للاتصال، ظهرت أو راح تظهر الأرقام، حياكم الله ونستقبل اتصالاتكم، وأكيد شاشة WTV هي شاشتكم وإن شاء الله نقدر نوصل صوتكم. طبعا مثل ما نشوف بالآونة الأخيرة، طبعا ظل الظروف اللي مرت بالعراق من بالثمانينات وبالتسعين والحصار الصار بالتسعين، وبعدين جتنا أحداث 2003 وبعدها أحداث الإرهاب من الطائفية، انتقلنا من الطائفية طبينا للقاعدة، طلعنا من القاعدة طبينا بداعش، والحبل على الجرار الله أعلم ما بعد داعش والمفاجأة الضامنة إياها اللي راح تصير، والله يستر وإن شاء الله ما نشهد وما نشوف شيء بالأيام الجاية، وإن شاء الله الأحداث اللي صارت هاي تكون فعلا آخر معاقل داعش، وبعد يطلع وما عدنا مرحلة بعد داعش. هذا الموضوع بيد المتنفذين الكبار بالدولة، هم اللي حددوا. موضوعنا اليوم عن البطالة بالعراق. بحسب إحصاء، آخر إحصاء ب 2018 صار بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن أنه نسبة البطالة بالعراق 22.6% بين الفئة العمرية للشباب بين 15 إلى 29 سنة، منها 18.1% هي بطالة الشباب، ومنها 56.3% هي البطالة بالنسبة للبنات. هذا حكي الجهاز المركزي للإحصاء العراقي.
نجي لصندوق النقد الدولي أيضاً ب 2018 قال بطالة الشباب بالعراق وصلت 44%. زين جماعتنا يقولون 22% وجهة أخرى تقول 44%. إحنا ويامن، إحنا اللي نشوفه بالنسبة لنا كواقع عراقي، اللي نشوفه إنه البطالة لا هواية 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 وكلش هواية. تجي الموضوع هل هو سوء تخطيط أو دراسة للسوق العراقي من حيث الدراسات؟ اليوم شفنا أغلب الشباب صار يتوجه بدراسته للمجاميع الطبية والعلمية البحتة بحكم أنه ماكو تعيينات بغير أمور. لكن المشكلة وين صارت؟ المشكلة أنه كلية طب الأسنان سواء الأهلي أو الحكومي قالوا أنه العراق وصل حد الاكتفاء من أطباء الأسنان، يعني الدفعة الجاية اللي راح تتخرج ما لها تعيينات. ليش؟ لأن اكتفينا ووصلت حدها وزاد العدد. هاي الشغلة. طبعا كثير من الأمور اللي بدأ يواجهها البلد بسبب هذه الأمور، أسباب البطالة ممكن أدت بالشباب أو ممكن تؤدي بالشباب إلى كثير من الأمور اللي ممكن يكون سبب كبير منها هو البطالة، اللي هي الإجرام. صار الشاب يتجه للسرقة وللإجرام. مرات احنا نشوف بفيديوهات لشخص قاتل على مود 100 ألف لو 200 ألف دينار عراقي راح قتل روح، والله قاعد شو اسوي محتاج فلوس. قاموا يتاجرون بالأعضاء البشرية بأسعار ممكن بالدول الأخرى بمئات آلاف الدولارات، هنا صار أغلى أغلى شيء. إذا واحد يريد يبيع كليته يبيع بعشر ملايين يمكن، وهم ايش تقدر تسوي له هاي العشر ملايين؟ وراح يخسر صحته بنفس الوقت. أو الكارثة الكبرى اللي ده نشوفها بأغلب المحافظات، توجه الشباب للمخدرات وانتشار المخدرات وحبوب التخدير بالبلد. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم نكمل الموضوع. شابو بنص عمري وانت لاك بظهري، مش وقت ما ادري هيك استمر المحفظة تعاتبني بش كم فليس اقول لي مالك نية اطحن علي شوية فلوس تشمر بيه خايب دحي رايح للحصوة شوف صاحبي جوه لازم ادفع كروة لما استحيت حطيت 500 وهي مال جاية اجرت رجلية دايح ومتخرج منتظرها تفرج نفس العذاب بصوت واحد قلنا رب باع وعلنا الشغل عملنا. الشباب من ضمنها صارت كل شيء تساوي، والله جد يعني اليوم احنا نشوف مرات البعض يستهزئ بالشاب العراقي، انه عذرا واحترامي وحبي لكل الشباب العراقي، البعض يقول عليهم فارغين، البعض يقول عليهم تافهين، بس الضيم الشافه الشاب العراقي ما مر على شاب. شاب فتح عينه وكبر ببلد ما عرف يعني شنو راحه. ما يعرف هسه الزم اي شاب بالشارع، قل له شنو حقوقك؟ ما راح يعرف شنو حقوقه. لأن ما عاش ببلد يوفر له حقوقه، عاش فتح عينه للدنيا شلون يعين أمه وخواته ويشتغل، جابها عمره كلها تلزيق، باع مي، باع شاي، افتار بالسواقة وباع علالي، يقول حد هسه جاي نشوفهم، اشتغلوا عمالة ويا مكثر الشباب اللي بالعمالة، تجي لأبو العمالة تلقاه يا أما خريج علوم يا أما خريج تربية، اشتغلوا بأفران صمون، خلفات صمون وغيرها الأمور، يعني كثير كثير من الأمور ده تصير بالبلد. والحلو إنه الشاب العراقي ما يستنكف، أهم شيء يشتغل وأهم شيء يأكل لقمة شايفة. طبعاً من يملك الثروة يملك كل فرص العمل. ليش؟ ليش اليوم حتى صرنا نشوف بالتعيينات اللي هو يعني الله يرزق كل العالم والله يرزق كل الدنيا، بس تلقاه مرتاح ومتنعم حياته كلها، يجي وقت التعيين تلقاه هو أول واحد بالتعيين.
اليوم بعض المدارس صارت تعاني انه ماكو محاضرين، ماكو مدرسين، ماكو معلمين بيها، ويشكون من نقص الكوادر التدريسيه. ماكو تعيينات، ماكو درجات تعيينيه لهم. بينما تطلع للشارع ياهل اللي تلزمه، سواء سايق تاكسي، عماله، يشتغل فاتح لبسطيه، اغلبهم تلقاهم انهم معلمين اصلا وصار لهم سنين متخرجين، بس وين يروح؟ وين يطي وجهه؟ ماكو مكان يروح له. اليوم عندنا احنا يعني بحسب همين احصاءات انه 80% من المصانع العراقيه مغلقه، ونسبه الانتاج بالبلد 1.5%، هذا اللي مكتوب عليه صنع في العراق. اللي منها نلقى زاهي موجود صنع في العراق، نلقى راشي صنع في العراق، نلقى دبس صنع في العراق، بس باقي الامور اللي وينها؟ الانتاج العراقي اللي كان يغطي الاسواق وينه؟ المصانع هاي 80% من نسبه المصانع المغلقه. تخيل وياي لو كل مصنع احنا نفتحه ياخذ كل مصنع ما لا يقل عن 100,000 عامل بي، ايش قد راح نشغل؟ ايش قد راح نحد من هذا الموضوع؟ نرجع للبصره، حقول النفط بالبصره اللي دا تحفر هذه الآبار والحقول ودا تشتغل وما واقفة. إش قد نسبة العراقيين اللي يشتغلون بها مقارنة بالأجانب الأيادي العاملة الأجنبية؟ إش قد نسبة المقارنة؟ تلقى حتى العراقي اللي يشتغل هناك بالبصرة قليل جدا ما تلقى إنه يشتغل مثلا مساعد مهندس او مهندس او 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 غيرها من الامور. البقيه كلها للاسف تلقاها يا اما حفارين يا اما خدمات. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع. يا سيدي إلك الله، وضيمنا كبير وهمنا كبير ويكبر يوم بعد يوم. الشاب اليوم والشابة العراقية يحلمون بعيشة كريمة، يحلمون انه يقعد لبيت مستقر وياه، يقدر يتزوج، يفتح عائلة، يسوي عائلة، يصير عنده جهال يدرسهم تدريس زين، يوكلهم لقمة زينة، يعلمهم يعني ويلبسهم اللبسة والهدمة الزينة. ليش يا حكومتنا، ليش يعني انه خليتوا الشاب العراقي هذا يوصل حاله؟ الشاب العراقي صار ما يعرف وين يطي وجهه. الشاب العراقي اللي كانت الدول كلها تحلم تصير مثل الشاب العراقي ذاك الوقت بالستينات وبالسبعينات وقبلها وقبلها وقبلها، كانوا يحلمون يصيرون مثل الشاب العراقي ويجون يدرسون مثل دراسة الشاب العراقي. اليوم صار الشاب العراقي يتحسر على عيشة أي شاب عادي بدول الجوار. ليش؟ لأن متوفرت له السيارة الزينة والوظيفة الزينة، يتخرج يلقى مكان يشتغل به. طيب أنتم اليوم يا حيتان القطاعات الحكومية والتعيينات الحكومية أخذتوها كلها لكم. إحنا مرات نسمع أنه فتح تعيين درجات تعيينية لأحد الأماكن أنه طالبين موظفين وطالبين كذا وكذا كذا. خطايا الشباب يلزمون فايلاتهم ويروحون ركض على مود أنه يقدمون. بس بعدين أو اللي صار بديهي عند العراقيين أنه هم قبل أصلاً ما يفتحون بوابة التعيين أصلاً تكون هذه التعيينات كلها متوزعة لعمك خالك. شنو الموضوع؟ ما حد يدري. تدخل الدائرة واحدة تلقى العائلة كلها بهاي الدائرة، من مدير إلى موظف عادي تلقى العائلة لازمتها من الإدارة العامة لحد قسم السائقين والحرس كلها زين، والبقية وين يروحون؟ هاي الحالة لازم الشباب يفكرون بحلول أخرى، أنه اليوم أنا طب الدائرة معينة أشوف منو اللي عائلة لازمتها، أروح أناسبهم حتى أصير منهم حتى يعينوني، لأن ماكو غير حل. لا هيك لا ماكو. هاي بالنسبة للحكومة.
طبعا احنا هنا نحكي بس عن الشاب الفقير او الشاب العراقي العادي، احنا لحد هسه ما فاتحين وما حاكين شيء عن ابن المسؤول، وما اعتقد احنا نريد نحكي بموضوع ابن المسؤول. تروح للقطاع الخاص، كل شخص من تاجر، من شخص صاحب رأس مال معين اللي يقدر يفتح مشروع معين ويشغل مئات من الشباب، ما لقى الحماية بالعراق. بما انه ما لقى الحماية بالعراق اضطر الموضوع انه يهاجر، راح خدم بلدان اخرى بالثروة اللي عنده والرأس المال اللي عنده والانتاج اللي عنده. ايضا خسرنا قطاع اخر. اليوم اكو هواية حلول ممكن ان الواحد اذا عندنا يعني حكومة تفكر بالشباب، اكو هواية حلول ممكن انه احنا نستعين بها. اليوم عندك خريجين من كل القطاعات تقريبا، اكو خريجين، وايضا عندنا مساحات غير مأهولة كثيرة، عندنا مصانع مغلقة. يا اخي تعال جيب مثلا خريجي الميكانيك والكهرباء والثروات الحيوانية وغيرهم وغيرهم، نطيهم واحد من المصانع يقول له هذا مسؤوليتك انت كخريج، تلزم هذا المصنع تعيد تشغيله وتشتغل به. منه انت مرجع كلمة صنع في العراق للسوق، منه راح يصير عندنا او راح نكتفي من الاستيراد من المنتجات من الدول المجاورة من الدول الاخرى. بس خاف نسوي هيك وما حد يستفاد بعدين. جاية ثروات العراق مو بس نفط، ثروات العراق بكل شيء، هاي التريليونات والمليارات اللي دا تروح مو بس من النفط. اليوم صاروا اللي هم المفروض يحمون البلد صاروا يحاولون بأي طريقة يخدمون اللي حاميهم، من ناحية المواد الغذائية، مواد التنظيف، مواد البناء، حتى الملابس اللي كنا احنا بزمن السنين السابقة العراق يصدر كل شيء. ابسط شيء التمور اللي هسه حاليا انه ما ادري يعني حتى تمور العراق ما صارت تكفي ربع او نسبة قليلة من حاجة العراق، همين قمنا نستورد التمور اللي كان العراق عنده فائض ويصدر وهمين عنده فائض من هذا الموضوع. منو المسؤول ومنو المستفيد من هذا كله؟ ناس كلها تقول احنا ما ندري وما حد مستفيد وهذا واقع البلد وغيرها وغيرها. الحكومة اللي اغرقت نعم، خلينا نشوف هذا الفيديو مشاهدينا ونرجع وياكم. الخاطر محمد، الخاطر الأنبياء، أصلخ روحي بالنعال، أحرق روحي، أنتحر، أصخم، ولكم لا طالع اسمه بالعاطلين، لا متعين، لا مصخم، لا مسكن، لا طام، من خرب صفحة الخلاكم، خرب روح أبو أمريكا، شالت عنكم صدام، نعل على والديه، أي والله العظيم، أي والله العظيم، ومنية خرى هي هاي، شاب عراقي منية حاسة يطلع اسمه بالعاطلين؟ يا دولة هاي عندها هيك أمنية، يا الشاب القطري عندها هيك أمنية، الشاب الإماراتي، الشاب العماني، الشاب الأردني، طيحتوا حظنا وبكونا على والد والدينا. أي والله من خرب صفحة والديكم، وإلا إحنا هسه لو مو قنابل، لو ما كاتب نظيم، شنو شاب قندرة، شاب عراقي يتمنى يطلع اسمه بالعاطلين؟ أمنية قندرة هي هاي. هسه قدمت معاملة بال 2016 وهسه 2000 وقندرة 2019، طلع للباحث وشاف بيتي وشافني بالإيجار وشافني عندي 4 جهال وقال ها هي وروح ووي الوجبات تطلع اسمك، هاي رابع قندرة، رابع وجبة اسمه ما بيها. رحت هسه للمنتدى اشوف الاسم طالع لو ما طلع، يقول لي ما لك اسم بالقلادة، شان ما إلى اسم، لا بعاطلين ولا بموظفين ولا بأي مكان، ما إلى اسم. ليش ما إلى اسم؟ هذا مسؤولية منو؟ هذا الشاب اللي ما لاقي لا ياكل ولا لاقي يدفع إيجار، من راح ينحرف ويروح لجهات أخرى يعمل وياهم؟ ذنب منو؟ بعدين راح تلزموه تحاكموه تقولين عليه مجرم وخاين للبلد. شتو خليتوا أخونا البلد؟ اليوم إحنا يعني هذه المشكلة الكبيرة، يعني يا حيتان الحكومة اليوم ما اكتفيتوا، ما شبعتوا، ما قلتوا هاي خلاص كافي، يعني
التفتوا يعني اوكي هي السنه 12 شهر خلوا 3 شهور للشعب العراقي وباقي السنه لكم. هاي الثلاث شهور حاولوا انه تباعون بظيم الناس بحال الناس تعينون اللي ممكن يتعين، يعني كافي انه انتم عوائلكم اخذت كل القطاعات الحكوميه وحتى الشبه حكوميه. طيب والباقي وين يروح؟ وين ينطي وجهه؟ اليوم احنا ماكو مؤسسات، الدوله ما تسوي مؤسسات، ما تفتح اي حتى يعني مثلا اليوم الشاب اللي يريد يروح يتوجه حتى يصنع او شيء للبلد ويستفاد من اللي تعلمه او اللي عرفه هو للبلد، انه انتم ما داعمين القطاع الخاص والانتاج المحلي. اليوم يعني مشاكل كثيره دا يواجهها البلد. الوظيفه الحكوميه صارت هدف لكل شاب على ابو انه اني اتعين لان ماكو قطاع خاص، ماكو انتاج محلي، فما عندي غير التعيين الحكومي. نعم سمعتك. عندنا اتصال. الو حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام، من ويانا؟ انمار. من وين انمار؟ حياك الله انمار. انمار من بغداد. نعم؟ من بغداد. حياك الله تفضل سمعتك. احكي لنا انمار، انت تشتغل متعين؟ ست انا خريج من 2012. خريج شنو؟ خريج علوم بيولوجي. اوكي. لا صحة تريدنا، لا وزارة تريدنا. اقدم هالفايلات وارجع لي ورا. كل شيء ماكو. يواعدون بينا لو تعال ادفع شدة شدة ونص يلا يقبلون، هم لو اكيد لو مو اكيد. طيب انت حاليا تشتغل؟ لا والله اشتغل هيك عامل بمحل. عامل بمحل؟ طيب ليش ما حاولت تتوجه مثلا للمختبرات الاهلية؟ ماكو الا على العرف. حتى المختبرات الاهليه هم صارت على العرس، ما حد يقبل. طيب انطيت فلوس على مود تتعين انمار؟ والله انطيت على الكليه العسكريه وراحن. ايش قد انطيت؟ انطيت 30 ورقه مقدمه وراحت. وما طلع لا اسمك ولا دخلت على الكليه العسكريه؟ كل شيء ماكو، طردوني من الباب. اها، وفايلك يعني وصل ولا شنو الموضوع؟ والله ما ادري، من عن عرف وش من واحد لواحد وراحت. وانت من 2012 مقدم هذا التعيين؟ اي والله من 2012. الله يكون بعونك يا انمار. متزوج انت حاليا؟ لا والله ما اقدر اتزوج، عامل بمحل اتزوج. نتمنى احنا يوصل صوتنا يشوفونا شارة. احنا ايضا نتمنى هذا الشيء، واحنا دا نحاول بقدر المستطاع انه نجد الحلول لكل الشباب العراقي. شكرا لاتصالك يا انمار. يعني اليوم الشاب العراقي من يروح يتداين، يتداين الألف دولار والألفين دولار ويتداين العشرة آلاف دولار، لأن أنا أعرف أنه بعض الوظائف الحكومية ببعض الأماكن المعينة أنه توصل بها التعيينات إلى عشرة آلاف دولار. انطيني العشرة آلاف راح أعينك بالمكان الفلاني. الشاب يروح يتداين وممكن يبيع سيارته السايبه اللي يشتغل بيها تاكسي على امل والله اني خريج ما يخالف اتحمل كل شيء، شو اسوي؟ وين اطول شيء؟ وامه تتداين من خواتها وقرايبها، وابوه يروح للشيخ العشيره ويجيب له فلس فلسين منه على مود يعطي الفلوس المقدمه اللي ابنه يريد يتعين بها. ينصدم بعدين ان الفايل مالته ماخذين منه شامريه سله الزبل. زين وهاي فلوسه تعب بيها منو راح يعطيها؟ هل هو ذنب الشاب العراقي ام وهم التعيين الحكومي او امل نقدر نقول التعيين الحكومي؟ منو المسؤول عن هذا الموضوع؟ هذا ذنبهم يم منو راح يكون؟ طبعا كوارث دا تصير عندنا. اليوم اذا نجي لمؤسسات النفط او معاهد او اصلا وزاره النفط والتعيينات اللي بيها، المفروض هو كل خريجي سواء هندسة البترول أو معاهد النفط يكون تعيينهم مركزي، لكن للأسف همين هذا الموضوع خضع للمحاصصات والعمك خالك وصار مو للكل التعيين بهذا المكان. اليوم اللي تخرج من أعلى معدلات بهذا الموضوع ويعني تلقاه إنه بيروح يشتغل بمكان ما له علاقة بدراسته، ما له علاقة ولا يم
دراسته، هنا صارت كارثة أخرى. ليش ما تنبني مؤسسات لخريجي معاهد النفط وكليات هندسة البترول؟ ليش ما يتم تعيينهم 100% بدون واسطة وبدون غيرها من الأمور؟ طبعا احنا قبل فترة شهدنا انه او دائما تنتشر هذه الحالات، انه من وراء السياج ينطون الفايلات ما التعيين، الكل خطية جاي من الصباحيات لازم سرى، اكو ناس حتى تجي تبات على متطي فايلاتها ومن السياج ياخذوها منهم وشمروها وراء السياج. خلي نشوف شلون يعاملوهم بالبصرة ونرجع. هاي شوفوا يومية العالم رايحة جاية، يومية يعطيهم موعد كذي بكذي، وماكو هيج كله كذي بكذي. يوم قالوا لحد، يوم يم المحافظة، يوم يم المركز تدريب المهني، هذا هو شوفوا ماكو هالشي ترى، جاي يضحكون على العالم. الله أكبر. طيب هاي سالفة الوعود ويومية وعد ويومية يطو كلمة وتعال اليوم وتعال باشر ولا تعال على الشهر الجاي، ويومية تيست ويومية تجيب ناقص فلان ورقة وناقص فلان تأييد ومعروف ايش، وانت جايب بس 4 صور احنا نريد 5 صور. هاي صارت بكثرة، والشاب العراقي لم يفقد الامل حتى اللحظة. يعني ما اعرف شلون ممكن انه اليوم اذا تريدون القطاعات الحكوميه خاصه بكم، بس انتم ليش انه احنا ما نفتح لهم مشاريع اهليه حتى يشتغلون بيها؟ ليش ما نفتح شركات اهليه؟ ليش ما نعزز القطاع الخاص؟ ليش ما ندعم القطاع الخاص؟ يعني يا حكومه ما شبعتي لحد هسه، ما التفتي لحال الشباب؟ طيب ما بقى احد ما حكى، ما بقى احد ما ناشد، وما بقى احد ما طلب انه الواحد يلتفت لهذه الشباب. الشباب بدت تنحرف عن الطريق، الشباب بدت تنتحر، والكارثة الأكبر والأدهى اللي أذت العراق بصورة عامة انه هجرة الشباب. الشاب اليوم يتخرج ما يلقى شغل بالعراق يقول أنا حفظا لما وجهي وكرامتي أتوجه للدول الأخرى سواء الأوروبية والعربية المجاورة، أروح أشتغل هناك. ليش احنا نفقد الايادي العامله؟ ليش احنا نفقد ثرواتنا؟ ليش احنا نفقد عقولنا؟ ليش احنا نقدمها بطبق من ذهب للدول الاخرى حتى تستفاد منها؟ اليوم صرنا نشوف علماء عراقيين، اطباء مشهورين جدا عراقيين، مهندسين كبار جدا عراقيين، اصحاب مشاريع كبيره جدا بالدول الاخرى، عراقيي الجنسيه. بس الفضل مو للعراق بهذا الموضوع، الفضل للدولة اللي احتضنته وخلته يصير ويوصل ويحقق وينجزلها وينطيها ويخلي كل طاقته تنصب لهذا البلد وهذه الدولة، بينما العراق إلى الوراء مستمر. وصلنا 2019 وما شفنا أي مشروع إعماري ممكن انه العراق يفخر به ويقول ايه هذا مشروع. اليوم حتى مرات من يجي احد معين يريد يسوي مشروع معين داخل البلد، من الحيتان تبدي هذا الي وهذا الك وذاك الي وذاك الك، المشروع يتم او ما يتم، يبقى على النص، حتى من يتم باردأ واسوأ الجودات، و ممكن انه ما يطول سنه سنتين وينسد هذا المشروع. هموم الناس وهموم الشباب هواي، واحنا نحكي اليوم عن فئه الشباب اللي البعض بدا يترك الدراسه، يعني يقول انا راح اتخرج وانا اطوجي، اتخرجوا قبلي هذولا قاعدين بالبيت لو يصفون ولا سواق تاكسي، يعني ليش اتعب 4 سنين او 5 سنين وست سنين بين الهندسه والطب وغيرها من الكليات وتاليتي كل شيء ما اشتغل، اتوجه للشغل احسن لي. والبعض لا والله يقول اني لا اكمل دراستي عسى ولعل بيوم من الايام راح تخدمني. خلينا نشوف هموم الطلاب ومستمرين وياكم. طبعا يعني
الى هو يعرف انه مستقبله هو فاشل يعني ماكو تعيينات فطبيعي راح يوقف الطريقه هذا الشيء. واحنا نعرف يعني احنا بالعلوم السياسيه هو طلاب يعني عافوا الدراسه لان ما بها مستقبل فاشل يعني ماكو تعيينات ماكو لا واهس للقرايه ولا شيء لانه واحد حيشوف مستقبله قباله مثل ما اللي باقيه تخرجوا وما راح يلقون شيء قبالهم. اكثريتهم اللي معدله عالي وعنده امكانيه يلتجئ كليات اهليه حتى بس مجرد يفتح يعني فرصه له حتى يشوف مستقبله. الباقيين كلها راح تظل تدور وماكو هسه مثل ما نشوف البقيه كلهم متخرجين وقاعد. والله هي البطاله مشكله يعني كل الشبيره شيء طبيعي تؤدي الى ياس الطالب لان خاصه ببلدنا هذا ماكو تعيينات وقله من يلقون تعيينات وشيء كلش نادر. وحتى يعني اذا طالب مجتهد وعنده طموحات بالمستقبل او يطمح لفد شيء يمكن احتمال انه ما راح يحصل عليه بسبب الاوضاع اللي احنا دنعيش صير عائق قدامه. اي شيء طبيعي يصير عائق ويعني مشاكل مو طبيعيه خاصه يعني هسه بهالوقت هذا وحكومتنا هاي يعني صحيح. تعيينات ماكو صح تعيينات ماكو ابد ماكو قله يعني من يتعينون يعني مثلا احنا تربيه قسم من عندنا يعني لجون. مثل ما شفنا انه الشباب يقولون ان البعض ترك الدراسه وماكو امل ومأيسين نهائيا من التعيينات. طيب اليوم ممكن انه الحكومه واقعه بمشكله عدم اداره السوق او عدم دراسه السوق العراقي واحتياجات السوق العراقي. اليوم وزاره التخطيط غايبه تماما بهذا الموضوع. اليوم احنا من نشوف صار عندنا فائض بقطاعات معينه وقطاعات اخرى نريد منها بس ما عندنا خريجين. طيب ليش ما نوجه وزارة التعليم العالي أو نسوي هذه الدراسات والتخطيط حتى نعرف إحنا السوق العراقي إيش محتاج حتى نستغل الشاب العراقي اليوم من أنه أنت أكو قطاعات ما محتاج بيها تعيين. خلي دراسة خلي الشاب يتوجه لقطاعات أخرى بحيث أنت تستفاد منه حتى هو يستفاد من البلد أيضا أنه أنا من دراست وتعبت راح أحصل شيء بالمقابل أحصل تعيين. اليوم الحكومة العراقية في غياب تام من مشكلة بطالة عند الشباب. اليوم إحنا نشوف المرات على السوشيال ميديا نشوف حكي للشباب بالسوشيال ميديا الولد يقولون والله فرص البنات أكثر بالتعيين البنية وين ما تروح تتعين. البنات يقولون بالعكس احنا وين ما نروح ده نواجه مضايقات وممكن احنا نترك العمل وما نقدر نشتغل وشغل البنية اصعب من شغل الولد. الولد ممكن يتأخر لليل البنية عندها وقت معين. اليوم يا حكومة انت تدرين بسبب هذا الاهمال للشاب العراقي في ظل خيرات البلد العراقي وكل شيء متوفر بالبلد العراقي بس انت جايب العمالة الاجنبية وحابب تفيد العمالات الأخرى بخيرات اللي إحنا المفروض نستفاد منها. اليوم أنت دفعت بالشاب يسلك السلوك الخاطئ أخلاقياً وإجرامياً وغيرها من الأمور سواء كان ولد ذكر شاب أو أنثى. هذه مسؤولية الحكومة. الفساد اللي ممكن البعض يقول انه صار اكو فساد مستشري بالمجتمع فهذا بسبب الحكومة لان ما استغلت هذا الشباب بالمكان الصحيح. فمرات الناس تقول انا داعيش وين اروح يروحون. اليوم من انتم ردتوا الشباب تروح وتضحي بنفسها وبارواحها راحوا الشباب وما قالوا لا ومو لعيونكم ولا لعيون الراتب ولا لعيون اي احد راحوا لعيون العراق مو العيون أي أحد. ما قصروا بشيء لا قصروا بالدفاع عن البلد ولا قصروا بتمثيل البلد. واليوم حتى من يروحون للدول الأخرى ويحققون إنجازات معينة ما ينسون العراق يقولون إحنا ولد العراق. وإيه فعلا صحيح العراق ما انطانا بس إحنا هذا الإنجاز اللي إحنا حققناه ولو مو للعراق فإحنا فرحانين جدا إنه إحنا اسمنا العراقيين من أخذنا. يعني بالنسبة لنا احنا كل شيء عندنا، عندنا مصانع نايمة، عندنا زراعة مهملة، عندنا قطاعات كلها موجودة، عندنا رأس مالية أو رأس مال كبير جدا، عندنا نفط يمكن أكثر من المي حتى بالعراق. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم بهذا الحديث. طبعا أنا اليوم مواطن عراقي من بابل، مواطن عراقي من بابل. هذا خيرك
مقطوع. طبعا هاي الجداحة راح اشعلكم، شاهدوا شلون راح يشتعل. طبعا هاي عثرت على النفط في منزلي في بابل. طبعا انا ما راح انطي خبر للدولة، لان اذا انطي خبر للدولة راح احتمال تفلش هذا الحي كله وتقوم تستخرج النفط واحنا نتهجر. شاهدوا وياي شلون راح يشتعل. شاهدوا شلون اشتعل اعزائي المشاهدين. طبعا سريع الاشتعال جدا، يعني بالبداية انا ما توقعت يعني. بعد اكثر من هيك ايش نريد نشوف يعني؟ مو يعني اذا نفط فعدنا نفط، اذا زئبق عدنا زئبق، اذا ثروات سمكيه فعدنا ثروات سمكيه، اذا ثروات زراعيه فعدنا ثروات زراعيه، اذا قطاع اخر من الخاص سواء المصانع والانتاجيه اللي تحتاجها كل البلدان فاحنا كلها هذه عدنا. شنو اللي موقفكم ما تفعلوها؟ شنو هي هاي المشكله اللي احنا كلنا ما جاي نفتهمها؟ شنو اللي موقفكم وما تفعلون هذه الامور، ما تشغلون الشاب العراقي؟ ما حد يدري. ابن المسؤول اليوم وين ما يريد يتعين يتعين. لا، واحلى شغله انه يتخرج مدير، ماكو تدرج، راسا صار مدير، راسا صار مسؤول، راسا صار اللي خدمته 15 16 سنه موظف جوا ايده. هاي اذا حاب يخدم البلد بداخل البلد مثل ما ذكرنا ببداية حديثنا، ممكن يختار أي بلد يرتاح له، إسبانيا، فيينا، بريطانيا، بروكسل، يروح يتوجه هناك ويقعد مرتاح مستمتع، عند اللامبورغيني، عند أحدث السيارات اللي ممكن أنه أي واحد يحلم يصعد بها، صاعد بها ومترفه. بس هو موظف حكومي، هو ده يخدم البلد. ممكن بعدين يصير ممكن يحطوا له نصب او يكون مثلا فد علم من اعلام البلد، الله اعلم، لان هو ده يخدم البلد. شلون ده يخدم البلد احنا ما ندري، بس المهم ده يخدم البلد. اليوم صار كل واحد مسؤول، معين جهاله كلهم مستشارين. زين شلون صاروا مستشارين وليش صاروا مستشارين هم جهالك؟ يعني المفروض يعني انت اكبر منهم، يعني هم مستشاريك. طيب شنو دراستهم؟ خريجين شنو؟ طيب شنو مؤهلاتهم حتى يكونون مستشارين بمؤسسات مهمة أو ممكن رئاسات بالدولة؟ ما حد يدري. اليوم ابن المسؤول مرفه بكل شيء. اليوم صار واحد حتى يعاتب أمه وأبوه أنه أنتوا ليش ما صرتوا مسؤولين حتى إحنا نكون ابن المسؤول ونرتاح، مثل ما قبل كنا إحنا نعاتب أمهاتنا، ليش ما صرتي معلمة حتى أنا أصير ابن المعلمة وما حد يصير عندي بطاقة عدم تعرض داخل المدرسة وما حد يحكي وياي؟ اليوم صارت السلطة أو حب السلطة شيء كبير، وليوصل للسلطة سبحان الله حتى لو كان إنسان بسيط راح يكون وحش. بلحظة تسلم السلطة راح يصير وحش، راح ينسى كل شيء، راح ينسى اللي ساعدوه، راح ينسى اللي وقفوا وياه وصعدوه، راح يصير وحش، راح يأكلهم هم أول الناس. عندنا اتصال، خلينا ناخذ حسين. حياك الله حسين. ألو، السلام عليك. عليكم السلام، حياك الله. الله يسعدك إن شاء الله. أهلا بك أخي حسين. زين من ميسان. حياك الله، يا ريت تنصل لصوت التلفزيون حسين وتسمعني من التليفون. يلا خويا، قل لك خويا انا من ميسان. اي يعني شباب ميسان والله اكثر شيء كذا قاعد على الطالب والطالب. نفوت كل ميسان، المعامل الصناعيه كل ميسان، يعني بالنسبه لمعمل السكر، معمل الورق. اي والله العظيم، واحنا يعني متكلين على المستورد. المستورد ما يخدم الشاب العراقي. اكيد طبعا. الزراعه يعني لو تشوفين ارض ميسان والله العظيم كلها قاع زراعي. زين بحقول النفط ما شغلوكم حسين؟ يعني وين نروح؟ ما توجهتوا لحقول النفط تشتغلون هناك؟ وين حقول النفط؟ مستثمرات الشراكه الصينيه والمواطن الميسان كش ما محط. طيب انت ايش تشتغل حسين؟ والله جاي اشتغل بمحل انا. وش قد يعني شهريتك اسبوعيتك؟ ما يطلع لك 5000 دينار.
يعني تقريبا نقول اسبوعيتك وشهريتك ايش قد توصل؟ 300 الف؟ اقل والله. زين انت يعني انت قاعد ايجار؟ ما تقول نقضي وقت بي يعني وين نقضي؟ اها طيب يعني الحمد لله وشكر قاعد ببيتي. الحمد لله. طيب الحمد حسين يعني انتم كشباب ميسان فكرتوا تتركون ميسان تروحون تدورون عن فرص عمل بغير اماكن؟ والله ستي عرضنا زين وين نروح؟ يا ام الخير ميسان ام الخير ام الرزق وين تتوجهون يعني؟ زين هذا الخير ما لايحكم شلون؟ زين شو تسوي والله شو نسوي؟ قاعدين عطالة بطالة وننتظر رحمة الله. ما انفتحت مشاريع مثلا؟ ما اجوا مستثمرين معينين؟ والله المشاريع مفتوحة يعني لا تطوعين. بالنسبة لقضاء الكحلاء، قضاء الكحلاء يعني كله نفط وبيار يعني بتجمع سوري. زين التعيينات لمن بدها تروح؟ بهاي المشاريع واسطات اكثر شيء واسطات. طيب شكرا لاتصالك حسين، الصوره صارت واضحه. طبعا الواسطات هي بكل مكان، وين ما نروح شبح الواسطه ملاحق الجميع. يعني اليوم صار انه الموضوع انه الواحد يخطط من هسه ياسس فد شيء المستقبل حتى اولاده تكون عندهم واسطة. والطريف والأحلى شيء بالموضوع أن المحافظات الجنوبية كلها اللي بيها الخير والنفط واللي بيها الموانئ واللي المصانع والزراعة، إحنا كان الخير كله إحنا نسمعه بالجنوب، خير العراق كله بالجنوب، خير الخليج كله بجنوب العراق. تجي للمفارقة أنه كل شباب الجنوب عاطلين عن العمل. زين ليش يعني؟ ليش انه اني اليوم ابن هاي القاع؟ ليش ما اكل من خير هاي القاع؟ ليش جايب شركات من الخارج مستفادة من خيراتي اني، بالمقابل اني اشتغل عامل عدها؟ يجي فلان وفلان اللي ما يسوى وقبل ويحلم يصير مثل الشاب العراقي يصير سيد علي ومرؤوس علي. خلينا ناخذ اتصال ويانا احمد من الكوت، حياك الله احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. خصوص التعيينات على وزارة التربية. نعم. يا هاي التعيينات يعني ما لك الصحة. يا ريت توضح لي كلامك أخ أحمد. إيه يعني واسطات، غير الواسطات ما. أنت خريج شنو؟ أنا ما المخرج والله بس لما عنده هو يعني. كمل وراح قدم. قال له يوم يومين شهر ماكو. وماكو هاي صار سنين لو هسه خريجين هاي الدفعات الاخيره؟ لا هسه الدفعه الاخيره قبل 15 يوم 20 يوم. وماكو تعيينات نهائيا. ايه. احمد انت ايش تشتغل؟ ماكو اي تعيينات. انت ايش تشتغل احمد؟ انا كاتب. طيب مكفي عيشتك؟ قادر تكفي وتسد حاجتك؟ شلون؟ قادر تسد حاجتك؟ يا ريت انه تسمعني من التليفون احمد، يعني مو من التلفزيون حتى الصوت يكون واضح. ايه قادر من التليفون. طيب يعني انت اليوم مثلا العمل اللي تشتغل به الاجر اللي يجيك منه مكفيك؟ ايه. مكفي عائلتك؟ لا لا ما يكفي. طيب حاولت تقدم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمشاريع الصغيرة وتاخذ قرض لمشروع صغير وتفتح لك مشروع؟ قدمت وما كاي فايدة، قدمت معاملة انطيت دخلت دورة مال حدادة اتصور. وما كايش، قال عزيز سليف ما شنو ما كايش. طيب شكرا لاتصالك احمد. اليوم مثل ما نسمع احنا دائما انه دا تنفتح واللي يتحدثون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه احنا دا نفتح قروض واللي يحب يجي ياخذ من عندنا قرض وتسهيلاته زينة وننطيهم فلوس يروحون يفتحون مشاريع واحنا نساعدهم بهذا الموضوع. لكن من نجي لأرض الواقع نلقى اشخاص معدودين على الأصابع فقط هم المستفيدين ممكن على أرض الواقع من هذه القروض، والبقية وين ما حد يدري. لا والأحلى شغلة إنه القرض 3 ملايين لازم هو يدفع نصه بالبداية، شو يسوي بالمليون ونص؟ يروح يسوي له سلفة وفضت راحت تجي حتى أكثر، تجي 5 ملايين، بس هو ما عنده،
يعني اليوم من أني بديت أساوم المواطن الفقير حتى على المليون اللي ياخذها يفتح بها مشروع ويتحمل عليها فوائد يرجعها للدولة. كوارث كبيرة دا تصير بالعراق بموضوع التعيينات والخدمات. اليوم احنا متوجهين الى هاوية ممكن تكون ظلمة. خلينا نشوف هذا الفيديو ونكمل وياكم. نسبة 90% التعيينات عن طريق الاحزاب والناس الفقراء والمساكين ظالين بشوارع لا رواتب لا رعاية اجتماعية، دوائر كلها عن طريق الواسطات والمحاصصة. المسؤولين بغداد ما يتدخلون بشؤون البصرة، والبصرة ظل بمحافظة تايهة، والشعب مستعد اليوم لطول هاي المظاهرات ورا مظاهرات تصير مجاميع وتسقط المحافظة. فعلى المسؤولين متابعة هذا الرأي، فعلى المسؤولين أن لا ينسون المواطنين. والنسبة المواطنين الظالين اليوم بدون تعيينات كلها من الدول الأجنبية، العمال من الشركات الأجنبية. واجب من واجبات الدولة تجاههم هو واجب التعيين. طبعا المظاهرة ما واقفة فقط على البطالة ولا على الناس اللي ما عندهم شغل، وإنما حتى الموظفين جاءوا هنا لكي يتظاهروا لإخوانهم، لأن احنا كنا كتلة واحدة. احنا خاصة في محافظة البصرة، المحافظة غنية بالموارد المائية والموارد السمكية والنفطية، وهذه الأشياء تحتم على المحافظة وتحتم على الحكومة بأن تعطي الحق لأبناء البصرة. ليش احنا 3/4 الشركات هم عمالة أجنبية؟ أبناء البصرة بطالة 100%، تفشي للجريمة، تفشي للسرقة، وهذه كلها أسباب البطالة. شباب نحن أنا حاليا من محافظة البصرة من قضاء الفاو. الفاو فيها 3 شركات، والشركات الموجودة في الفاو مع شديد الأسف يعني خارج المحافظة يشتغلون بها، وحتى عمالة أجنبية، هناك بنغال، هناك هنود، هناك ما أدري منين، مصريين، لبنانيين، ليش العراقيين ما موجودين؟ والأتراك وغيرهم وغيرهم. إحنا نطالب الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ وجميع الأعضاء المحافظة بأن يعني يعطون حقهم لأهل البصرة، وهذا أقل ما نعطيه لأهل البصرة. طبعاً صارنا متخرجين 5 سنوات قسم المحاسبة ولا شغل ولا شيء، اشتغل عماله، وبسبب العماله فقدت هاي ايدي، هسه هاي ايدي كلها بلاتين ومعوقه، وهاي ايدي الثانيه كذلك كلها بلاتين ومعوقه بسبب العماله. والله العظيم تعرضت، انا راجع من الشغل بالعماله تعرضت لحادث سياره، واصدقائي كلهم متوفوا، هم خريجين قسم من عندهم متوفوا، وكنا ماكو شغل، ومن اهل خور الزبير، وعندنا 5 معامل، معمل الاسمده والغاز وكذلك البتروكيماويات والحديد والصلب ومناء خور الزبير، وما حد يشغل اهل خور الزبير. تم توقيع عقود جولات التراخيص التي عن طريقها دخلت الشركات النفطية إلى محافظة البصرة لكي تعمل، ومن ضمن هذه الفقرات التي وقعها السراق الذين قتلوا الشعب بأن يلزموا الشركات النفطية بتأهيل أبناء أهل البصرة وتدريبهم وإعطائهم الخبرات. لكن اليوم نتفاجأ من هذه الشركات وعتبنا على المسؤولين الذين داخل هذه الشركات، الذي وضعوا أيديهم بأيدي الأجانب ويعطون شروط تعجيزية أثناء إعلانهم للتعيينات، خبرات تعجيزية على الموظف المتقدم أن يمتلك خبرة 10 سنوات أو 15 سنة، أو أن يعرف فلان وفلان وفلان وشغلة. ما هذه الأعمال التي تتطلب هذه خبرات؟ فنطلب من المختصين واللجنة التنسيقية في هذه المظاهرة أن تضع ناس نزيهين في الشركات، واللجنة على الشركات بأن لا تطلب خبرات، لأن جميع أبناء البصرة هم مشوا في النظام السابق وهم مشوا أكثر في هذا النظام، ولن يعطوا فرصة في منحهم خبرة من شركات معينة. لذا يلزم على الشركات الأجنبية، ويجب إلزام الشركات الأجنبية بأن تقوم بتأهيل وإعطاء الخبرات وتعيينهم في الشركات النفطية. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار، دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع، الطحين سيال ما تقدر الناس تخبزه، زين الكهرباء ترافيك لايت، الله وامان الله، زين عندنا مرضى يا ناس، اجيت انت يا حفيدي مريض، ها وانا اشدكم اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم، كافي 15 سنه بديكم، شنو سويتوا؟ وانا ما منتميه لاي حزب، ولا قبل منتميه للحزب، ها؟ ف
فاللي أريده منكم بكرامتكم كل من مثل ما جئتوا بجنطة تطلعون بجنطة. أنتوا طلعتوا المليارات. والله يا يما يعني شو أقول لك، بس يعني هذا طلبك مستحيل سبعة بالمستحيل، هذا مستحيل مال إنه واحد يتنحى ويعوف حال غيره. هو أبسط شيء أبسط شيء اليوم الموظف اللي عمره طب بالعمرين يا بي تقاعد، لا والله ما تقاعد، ايش بي ليش تقاعد؟ مو اكو شباب خطيه تريد تتعين وانت متشلب يا اخي، صار لك قرن بهذا الوظيفه ورحت انت تعبت ما بيك حال حتى لا تشوف ولا تقدر تقرا، ما لا ما تقاعد ليش اترك وظيفتي؟ وبعض الشباب ناجدوا محافظ البصره، وانتم تدرون بيه هو وين محافظ البصره؟ هو يدري بيكم انتم وين؟ هو اصلا ما موجود بالبصره، يجي وقت اذا اكو تصوير او شيء يجي يبين وجهه ويروح يختفي، ها محافظ البصره مقضيها سفر وغيرها. احنا طبعا نرجع ونجدد الامل بالحكومه الجديده وبحكومه السيد عادل عبد المهدي، ونامل خير انه بلكي السيد عادل عبد المهدي يلتفت لحال الشباب ولحال البطاله. اليوم احنا صرت ولدك هذول اللي دا يصيرون مجرمين واللي دا يصيرون مدمنين واللي دا يصيرون قتلة، كلهم ولدك، انقذهم من هذا الجحيم ومن هذه النار اللي هم أو الهاوية اللي هم متوجهين إلها، انقذهم من هذا الدمار. هذول الشباب ورود العراق، مستقبل العراق، هذا مستقبل العراق إنه أنتوا هاملي من راح يباوع له؟ عيننا بعين الله وبعينك إن شاء الله، عينك على الجرحى، عينك على الشباب، عينك على عوائل الشهداء اللي ضحت وانطت أرواحها في سبيل هذا البلد حتى لا يتدنس هذا البلد عينوه. عندنا آخر اتصال خلي نسمع. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، من ويانا؟ علي عبد الحسين من باب الشوملي. حياك الله تفضل. خلي الله عندي وليد خلص صار له 6 سنوات. خريج شنو؟ خريج معهد. ما حد شنو؟ ما حد سيارات. اي وقاعد من العمل، لا عنده عمل ولكن في عده. ما حاول خطب الكاميرا يا ابوي يقول لي يتوظف، ويحصل وظيفه اللي يتزوج، ما عرفت وين وديها هسه ما ندري. طيب ما حاول يشتغل بقطاعات خاصه بشركات اهليه او شيء؟ حاول كل الامور، كل الامور حاول بها. ما حصل شو ما حصل الرجل. الصوت شوية مو واضح. طيب أخ علي، يعني إحنا كل فترة نسمع إنه دا تنفتح تعيينات، ابنك يروح يقدم؟ يروح يقدم ما حل مكان ما قدم عليه. وما يطلع اسمه. وما يطلع اسمه. طيب. ما من سمي، لا من سمي الحجب، لا من سمي شيء معين. يعني برأيك إنه اليوم صار واحد إلا يكون منتمي لجهة معينة تدعمه في التعيين؟ أكيد 100%. أها شكراً لاتصالك أخ علي. يعني اليوم إذا وصلت المحاصصة لهذا المكان، يعني اليوم أنا إذا على قولة الأخ اللي كان متحدث بالتقرير يطلبون من عندنا خدمات تعجيزية، هو توه متخرج وهو يقولوا له لازم أنت عندك خبرة أقل شيء 5 سنين. زين أنا توني متخرج، إذا أنت تريد مني خبرة 5 سنين وغيرك يريد مني خبرة 2 سنين وغيرك يريد من عندي خبرة 10 سنين، كان وين نطوجي وين أروح على مود انه تكون عندي هذه الخبره؟ نرجع احنا ايضا نتوجه للحكومه بهذا الموضوع، يعني اذا فعلا فعلا انه انتم حكومه جايه لخدمه العراق اهتموا بشريحه الشباب العراقي، لان هم مستقبل العراق، وهذا اللي احنا نتمنى انه يكون مستقبلنا واعد. احنا نتمنى انه خلص فعلا هذه المرحله نبدي مرحله الاعمار. شكرا لحسن المتابعة لكم مشاهدينا، وانتظرونا بحلقة قادمة من على المكشوف. في أمان الله.